قائد المدرسة القديمة هو الحافظ مهدي نعم رحمه الله، مهدي العزاوي، لأنه لا نستطيع أن نحكم أو نعطي الريادة والسيادة لقارئ لم نسمعه، وإلا فالموضوع نرجع إلى الأستاذ الملا عثمان الموصلي رحمه الله، هو الذي يعني كان أبرز القراء في وقته، وكان أيضا في جانب الكرخ الملا جاسم سلامة. وبعدين الحديث إذا يعني تكلمنا على المدرسة العراقية البغدادية القديمة، فمن بدينا بملا عثمان الموصلي لازم نجي إلى طلابه اللي هم أبرز طلاب يعني طالبين عنده، هو الحافظ مهدي والملا عبد الفتاح معروف. فالحافظ مهدي يعتبر هو رائد، لأننا استمعنا أول تلاوة إلى عام 1936 من خلال إذاعة قصر الزهور. فإحنا من نقول الريادة إلى، لأنه أول قارئ سمعته الأذن. ملا عبد الفتاح ما موجود إلى تسجيل؟ إلى تسجيل، لكن ملا عبد الفتاح تقريبا جانب المنقبة النبوية أكثر.